للمقصد السياحي الجزائري حاضر بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث تتواصل اليوم الثاني وبمشاركة وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر مسعود أشغال الملتقى الدولي رفيع المستوى الخاص بالمبادرة الجديدة للاقتصاد الأزرق، والتي نظم خلالها معرض خاص بدور النمط الاقتصادي في ترقية السياحة، حيث استثمرت الجزائر في مشاركتها مستعرضة تجربتها وإمكاناتها في الترويج والتنمية للتنمية السياحية بكل مواردها في حدث يجمع 170 دولة. موفد التلفزيون إلى كينيا فيروز هرنوف. التكامل الحاصل بين توجه الاقتصاد الأزرق وترقية قطاع السياحة خصوصا في البلدان الساحلية كان محور أشغال ورشة الملتقى الدولي الرفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستديم الذي تحتضنه العاصمة الكينية نيروبي. وعلى هامش الملتقى نظم معرض عرضت فيه تجارب مختلفة في استغلال دعائم الاقتصاد الأزرق في الترويج للسياحة والصناعة التقليدية في عدة بلدان. جناح الجزائر الذي أشرف على افتتاحه وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود كان محل إقبال الكثير من الزوار، في مقدمتهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. فتحنا جناح خاص الجزائر وهو جناح ثري، وكان فيه حضور قوي، فيه حضور فخامة رئيس جمهورية كينيا. هذا الجناح يثبت ويظهر التجربة الجزائرية الرائدة في إطار الاقتصاد الأزرق، وكذلك يبرز الأهمية الكبرى اللي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية لخلق نوع من التكامل بين قطاع السياحة والقطاعات الأخرى. لذلك فنحن جد فخورين بتقديم التجربة الجزائرية، وقد كانت التجربة الجزائرية محل إعجاب جميع المتدخلين وجميع المشاركين في هذا الملتقى. المعرض كان فرصة أيضا تعرف من خلالها الزوار على الإمكانيات الساحلية التي تزخر بها الجزائر. إدماج ثقافة الاقتصاد الأزرق المستديم في ترقية السياحة رهان ترفعه الجزائر منذ سنوات، وهذه الجهود يشاد بها في مثل هذه الملتقيات الدولية. فيروز هرنوف للتلفزيون الجزائري من العاصمة الكينية نيروبي.